وزارة الداخلية متمثلة في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية نظمت احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل ترى لأسر النزلاء والمفرج عنهم في إطار مبادرة كلنا واحد، وده تحت رعاية رئيس الجمهورية. منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع، بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعيداً عن مسلك الجريمة. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيد وتبقى لي طوق النجاة. الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية، وهو ما بدا واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم. مش مقصرين معانا في حاجة، واحنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معانا في اي حاجه يعني، وبيساعدنا ان احنا نبدا حياه كويسه وحياه كريمه. ما تكوناش في اي عيد حضرتك واي مناسبه، والمدارس برضو حضرتك يعني مطلين بينا واولادنا، وبناخد كل اللي احنا عايزينه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاونته بينا، وبنشكر وزاره الداخليه. وقد أشاد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام، والتي تؤكد مدى ما توليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع، وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. أصل الحكاية فكرة انت فينا وهيبتدي المشوار. كل حفله بيتصلوا بينا يدونا كل حاجه لكرياتين كل شهر، دي دايما الداخليه بتتصل بينا وكاتبين لي دلوقتي بوتاجاز قالوا لي هنسلمه لك برده، ومش ناسينا في حاجه. وفروا لي فرش بيتي بالكامل وانا بشكرهم جدا، وجميع الضباط بيقابلونا باحترام. توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية، بما يدر دخلا ثابتا عليهم.